السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. اهلا بيكم في ماتش جديد ومباراة جديدة ولعبة جديدة، وهي مباراة ما بين الاهلي وفاركو. ان شاء الله انا بلعب النهاردة بالنادي الاهلي وبقابل نادي فاركو. ان شاء الله النهاردة نقدم مباراة قوية ونقدم مباراة رائعة تليق بالسادة المشاهدين والسادة المتابعين. باذن الله المباراة تعجبكم، وباذن الله اللقاء النهاردة يمشي زي ما احنا عايزين، وباذن الله تبقى مباراة قوية كده ورائعة تليق بينا جميعا وتليق بالسادة المتابعين جميعا. ان شاء الله اقدم المباراة وعلق عليها بالشكل الكافي والوافي اللي يضمن المتعة واللي نتمنى ان احنا نشوفه طبعا في الايجيبشن ليج. هقدم النهاردة المباراة وتكون مباراة ان شاء الله قوية، وتكون مباراة رائعة جميعا كده نستمتع بيها، وجميعا نقدر ان احنا نشوفها المتعة طبعا متعودين عليها من النادي الاهلي. هنشوف المباراة هتمشي ازاي واللقاء هيمشي ازاي. النادي الاهلي بيقابل فاركو، تبقى مباراة ان شاء الله كده رائعة، مباراة جميلة، نتمنى ان هي تبقى مباراة يعني كرويا رائعة على جميع المستويات سواء الاخلاقي او الرياضي. طبعا ما ننساش المتعة الجماهيرية، الجماهير موجودة في الاستاد، استاد حرس الحدود. نادي فاركو اللي بينزل لأرض الملعب، والنادي الأهلي كمان اللي بينزل لأرض الملعب. كرة مع أحمد شريف بديها لنودي، كرة موجودة مع شكري نجيب داخل عليه، كرة مع علي معلول، بيعمل علي معلول فاول كده على حدود منطقة جزاء النادي الاهلي. الحكم بيقول ان في فاول على حدود منطقة جزاء النادي الاهلي. بدأ كده اللقاء سريعا، كرة بتتشاط ولكن محمد الشناوي، الله عليك يا شناوي، برستاو، عمرو السولية، قفشة بدي الأكرم، يا ولد يا أكرم، بيقف عليها، إنكادة بيقطع الكرة، كرة مع أحمد شريف داخل عليه، كرة بتتشط ولكن الشناوي، علي معلول تاني بيرد له الكرة، أليو ديانج، قفشة، أكرم توفيق، اللي يا ولد بدي لمحمد شريف ولكن بعيدة قوي على شريف، تطلع وتطول وبيمسكها محمد صبحي حارس مرمى فرقة فاركو. كرة مع مودي، ياخدها محمود حمادة، يقطعها منه علي معلول، أليو ديانج في نص الملعب، بيبدأ هجمة كده من على ناحية اليمين، قفشة السولية، علي معلول بيقف على كورته، قطعت منه محمود حمادة، كرة بتروح لأليو ديانج، تروح للسولية، يقف على كورته والدال عليه معلول، قفشة تاني، السولية يا ولد لعيب، قطعها مودي محمود حمادة، قطعها تاني احمد عبد القادر، عبد القادر بيرقص بدي للسولية، يا ولد لعيب بدي ليه احمد محمد شريف، ولكن اتقطع منه تاني من على حدود منطقة الجزاء. محمد عبد المنعم بدي لأليو ديانج في نص الملعب، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية بدي لعبد القادر، بيقف على كورته بيوقفها، بيبص يدي لمين؟ بيرجع تاني للسولية، السولية بيرجع تاني لأليو ديانج، ديانج بدي القفشة بتتقطع منه بتروح لشكري نجيب، قطعت تاني راحت لقفشة، أليو قطعت راحت للاعب عمرو السولية، اتقطعت منه تاني توصل لمودي، أليو ديانج بيرجع الكورة بديها لأحمد عبد القادر، علي معلول بيقف على الكورة بيرجع لعمرو السولية، السولية بدي القفشة رايح قفشة بيشوط محمد مجدي قفشة ولكن بتترد تاني من الدفاع، أحمد شريف، شكري نجيب قطعها أليو ديانج حلوة قوي، محمد شريف قطعت منه تاني كان عايز يعملها ليه حسين الشحات، كرة من بيرسي محمد شريف، مجدي قفشة، أكرم توفيق هيعمل أوفر ولا إيه؟ بيعمل أوفر أحمد الشريف يا ولد لعيب، ولكن بتتصد كده، تتصد من
محمد صبحي حارس مرمى فرقة فاركو، السولية بيديها لشريف بيشوط شريف بتترد تاني، ترجع من أحمد شريف اللي بيقطع كورته تروح لشكري نجيب، شكري بدي لمحمود حمادة ودخل عليه ياسر إبراهيم اتقطعت منه، رجعت في نص الملعب للاعب شكري نجيب، عمرو السولية قطع الكرة بفاول بتتشاط من رامي صبري ولكن بيصدها الشناوي. يا ولد كان معاها الشناوي، كرة جديدة وهجمة جديدة من جانب الأيمن، محمد شريف أفشة السولية، شريف أفشة أكرم أفشة تاني السولية، يا ولد بديها البرسيتاوي اللي بتتقطع كده في السكة، كرة بتترد تروح لعلي معلول، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، السولية، شريف قطعت منه، محمد شريف مش مركز خالص، كل كرة بقطعة في مسباص عنده، كرة بتترد تاني لمحمد عبد المنعم، تروح الكرة لشكري نجيب اللي هيعمل الأوفر ولا ايه، قطعها منه أكرم توفيق، كرة مع محمد شريف، شريف بيدي كرة لأحمد عبد القادر بيقف على كورته قطعت منه، محمد صبحي بيدي الرامي صبري قطعت من رامي صبري، كرة من أفشة قطعت راحت رامي صبري تاني، في أول رمي التماس لصالح فرقة النادي الأهلي، كرة بتروح لأليو ديانج، أفشة راحت لتاني محمد أو محمود حمادة، دخل عليه علي معلول، في فاول ولا ايه، الحكم بيقول يلعب مفيش فيها حاجة، محمد عبد المنعم قطع كورته، يا ولد يا لعيب يلا يا قفشة، راحت لمودي، كرة تاني ياسر إبراهيم بيغطي كورته بيديها لعبد المنعم، علي معلول، أحمد عبد القادر بيطلع علي، يا ولد يا لعيب ومعاه مودي، هيعمل اوفر ولا ايه، علي بيعمل اوفر، محمد شريف بيشوط كرة صاروخية، محمد شريف بكرة جميلة كده، او عفوا ده احمد عبد القادر كمان اللي كان عامل الكرة دي، وبينتهي كده الشوط الاول ما بين الاهلي وفاركو، النادي الاهلي كان مسيطر على الشوط الاول بكامل الاستحواذ وبكامل التسديد على المرمى، ولكن طبعا نادي فاركو سدد 3 مرات والاهلي 2. نشوف الشوط الثاني هيحصل فيه ايه ويا ترى المباراة هتمشي ازاي، يلا بينا نبدأ الشوط الثاني ونشوف كده المباراة هتمشي ازاي، وان كنت شايف ان مفيش اي تغييرات من الجانبين، مفيش اي حاجة حتى الان، كرة من أفشة تروح لأليو ديانج، أكرم توفيق، بيرسيتاو، بيرسيتاو قطعت منه راحت لرامي صبري، صبري بيعمل كرة جميلة جدا لأحمد شريف لو أراها، أيوة أراها، ولكن محمد عبد المنعم الله عليك يا ابني موجود في المكان المناسب، بيرسيتاو بدي ليه محمد شريف، محمد شريف قطعت منه أكرم توفيق اللي بديها لأحمد عبد القادر، فينك يا عبد القادر هنا، محمد صبحي بيبدأ هجمة جديدة من على الجانب الأيمن لفرقة فاركو، كرة بتتشاط تروح للسولية نص الملعب أفشة، محمد شريف بيرسيتاو بيرقص وبيطلع أكرم توفيق، يا ولد يا لعيب يلا يا أكرم، أكرم بيبص هيعمل إيه، بيرسيتاو بيعمل أوفر كده على حدود منطقة الجزاء، ولكن شكري نجيب موجود، شكري نجيب موجود، علي معلول قطع الكرة، محمد عبد المنعم، أليو ديانج، أكرم، بيرسيتاو، وحشة أوي يا بيرسي، إيكاندا، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، أكرم، عبد المنعم، أليو، ياسر إبراهيم، السولية، أفشة، حط جسمه كده وبيلف باللاعب، أكرم، السولية، عبد القادر، احمد عبد القادر بيقف على كورته بديها لعلي،
علي هيعمل ايه؟ ترجع الكرة تاني لفاركو، كرة من ياسر ابراهيم، شكري اتقطعت منه، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، اكرم توفيق، بيرسي تاو يقف على كورته، راحت له اتقطعت منه ايكاندا، راح التاني البرسي بيعمل كده تغيير ملعب لعلي معلول اللي بدي لاحمد عبد القادر، بدي لمحمد شريف، شريف بدي البرسي اللي بيشوط ولكن بيردها دفاع فرقه فاركو، عمرو السوليه تاني، اليو ديانج، اكرم توفيق، السوليه وحشه منك يا سوليه، محمود حماده بيعمل سرو كده من نص الملعب ولكن مقطوعه في النص، اليو ديانج، السوليه، احمد عبد القادر، يا ولد يا لعيب يا عبد القادر، بيعمل كده مهاره، بيرجع الكره لبيرسي تاو اللي بيديها لاكرم توفيق اللي هينطلق ولا ايه؟ اكرم هينطلق، اكرم هينطلق، في فاول، حكم بيقول العب، في فاول، كره ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي، احمد عبد القادر بيلعب الركنيه، راحت لشريف اللي بيشوط، شوت يا اكرم يا توفيق، يا اكرم يا توفيق، كره جميله جدا بصدها، كره جميله جدا جدا، شوفوا الكره اتلعبت ازاي، تردت راحت لاكرم بيشوط كره صاروخيه بصدها حارس المرمى، حارس المرمى محمد صبحي، عبد القادر بيرفع الكوره، راحت ولكن وحشه منك يا عبد القادر، دي كانت وحشه الكوره دي، اتلعبت وحشه قوي من احمد عبد القادر، زعلان طبعا، زعلان محمد صبحي، في ضغط رهيب جدا من لعيبه النادي الاهلي، المباراه اللي فاتت النادي الاهلي تعادل فيها، عمرو جمال في تغيير حصل لنادي فاركو، عبد القادر بدي لمحمد شريف، تروح لمودي قطعت من شريف، علي معلول بدي لعبد القادر، تروح الكرة تاني لعبد الله، تروح لشكري نجيب، عمرو جمال، عمرو جمال بيرقص يا ولد، محمود حمادة، كرة لعمرو جمال بيشوط والهدف الأول، الله 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 الله، الله. نادي فاركو بيسجل الهدف الأول عن طريق عمرو أو عمرو جمال بيسجل الهدف الأول لفرقة فاركو، الله يا ابني، الله على المباراة والله على متعة الإيجيبشن ليج، كرة جميلة جدا جدا، عمرو جمال عمل فيها اللي محدش يعمله واللي محدش يقدر عليه، الله عليك يا ابني وعلى الهدف، هدف جميل جدا، شوفوا الكرة اتلعبت ازاي، الإعادة بالبطيء وشوفوا الكرة بدأها عمرو جمال اللي اداها لمحمود حمادة اداها له تاني بيشوطها صاروخية، الله عليك يا ابني، هدف رائع وهدف جميل جدا بيسجله اللاعب عمرو جمال، شوفوا الكرة اتلعبت ازاي، كان المفروض محمد الشناوي يطلع فيها ولكن الشناوي اتأخر فيها كده، وبيتقدم فرقة فاركو، فرقة فاركو بتتقدم على النادي الاهلي، وفي تغيير، سيف السيري بينزل مكان شكري نجيب، كرة بتتلعب لقفشة، النادي الأهلي حتى الآن كولر مفيش أي تغيير أجراه، عبد القادر، علي معلول، قفشة، تروح لعبد القادر، قفشة تاني، رايحة فين الكرة دي؟ كرة بتتشاط تترد لعمرو السولية لعلي معلول في نص الملعب، أليو ديانج، السولية عايز يدي لشريف اتقطعت منه، كرة تاني لعمرو جمال صاحب هدف اللقاء الوحيد، محمد عبد المنعم قطع، قفشة بدي ليه احمد عبد القادر، علي معلول رجعت تاني لعبد القادر اللي بيعمل اوفر جميل، يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا محمد يا شريف، محمد شريف بتجيله الكرة على طبق من ذهب ولكن بيضيعها، كرة كانت لمحمد شريف، شوف الهجمة، احمد عبد القادر لفها كده، يا ولد يا ولد يا 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 شريف، يا كانت ممكن دي نقول هدف التعادل للنادي الاهلي،
ركنيه لمصلحه النادي الاهلي. عبد القادر بيعمل الاوفر من داخل ولكن بيلعبها للمره الثانيه. وحشه قوي، وحشه قوي الكره دي، وحشه خالص، مش كويسه اللعبه دي. طبعا محمد صبحي اللي شايف انه بدا يحرك فرقته، شايف ان في ضغط على الفرقه، وشايف ان هدف التعادل قد اقترب. احمد عبد القادر، قفشه، بيرسيتاو اتقطعت منه ايكاندا، عمرو جمال بيدي لسيف السريري، عبد القادر، اليو ديانج، شريف، بيرسيتاو، اكرم توفيق. يلا يا اكرم بيلعب الكوره، يلا يا قفشه، يلا. والله يا جماعه فيها كلام دي، يا ترى الكره دي لمست ايد مدافع فاركو ولا لا؟ كره بتترد لعمرو جمال، نشوف الهجمه دي، ولكن اتقطعت تاني، راحت لقفشه، بيرسيتاو بيديها لاكرم، اكرم يا ولد، ولكن بيعمل كده فاول على اكرم توفيق. اكرم توفيق بيعمل فاول على ايكاندا. بيلعب الفاول محمد صبحي، كرة في نص الملعب بتروح لمحمد شريف، عبد القادر، شريف، شريف اللي بيجري، قطع التاني بديها لبرسيتاو، ايكاندا معاها، ايكاندا معاها، بيرجعها لرامي صبري، كرة بتتشاط تترد تاني من، توصل لعمرو جمال، كرة لمحمد محمود حمادة عفوا، علي معلول، السولية، قفشة، اليو ديانج، اكرم توفيق، اليو ديانج تاني، بيرسيتاو، قفشة بيدي الاكرم، كرة بتتلعب من اكرم، الله يا ابني، وبينتهي اللقاء بفوز فرقة فاركو على النادي الاهلي 1-0. وسجل هدف اللقاء البديل عمرو جمال، اهو ده عمرو جمال اللي سجل هدف اللقاء الوحيد. النادي الاهلي بيخسر المباراة الاولى ليه في الدوري. هنشوف ان شاء الله مباريات جديدة ومتعة جديدة في متعة الايجيبشن ليج ان شاء الله. اتمنى ان انا اكون قدمت المباراة بشكل قوي وشكل يليق بالسادة المتابعين والسادة المشاهدين. اشوفكم في مباراة جديدة ولقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.